لإمتى رح يضل الوضع هيك ابني؟ بالي بضل مشغول عليك، أمنيتي بقى ترجع وتقعد معنا مثل الأول. ليش ما بترجع وبتحكي مع ستك؟ رح تسمعك، قلبها طيب كتير. ما في لزوم، أنا وستي حكينا كتير وما وصلنا لشي، وما ضل شي نقوله. مرة تانية إذا بسمع إنك تدخلت بشي ما بيخصك وطولت لسانك مثل عادتك رح أصل لك يا بإيدي، وإذا هالشي ما نفع معك رح أخذك بإيدي وما حدا وقتها رح يدرى فيكي. عم تفهمي؟ بتمنى تكوني عن جد فهمتي. أصلاً أنتي ما عندك لا أم ولا أب، وما حدا بيهمه أمرك بالمرة، وهديك المعلمة تبعك بكرة بتبكي عليكي كمية وبتنساكي فوراً. ما عم بفهم هن كيف بيخبوا هيك شي عنا، يعني معقول عزة ينخطف وضلوا ساكتين؟ وأنا ما عم استوعب اللي عملوه، ما خبروا أمي مشان صحتها، بس نحن ليش ما خبرونا؟ لو ما بعرفهم منيح وعايشين مع بعض، بقول إنه عملوا معنا هيك شي قصداً، بس مو معقول يعملوها، غانم بيكون عمه، وبهية مرت عمه، ومستحيل يتمنوا له الشر لعزة. خلص هلأ، تعي ما نتضايق ونعكر مسانا، لا تفكري بشي. خلينا نفوت. ايش لموا هالايدين؟ يا ريت لو كانت زهرة معنا هلا، ما عم بستوعب انها رجعت على القصر. هالبنت تعذبت كتير. بدي شوفها قبل الافتتاح، فيني روح؟ ايه صحيح، نسيت احكي مع بابا. بلكي بيكون قدر يعرف اي شيء. على الاقل هلا إذا رحنا لعند زهرة نخبرها شي خبر يفرحها. أي حكي وشوفي. صباح الخير بنتي. هلأ أنا وأمي كنا عم نفكر بالقصة. الوضع مانو بهالسهولة. ما تذكرنا بالمرة. أول ما أعرف شي رح خبرك دغري. نايوني هلا بلا، ديري بالك على حالك. شو رح تعمل بعدين سامي؟ فهمني لإمتى رح تقدر تخبي عن بنتك الحقيقة؟ إذا بابا حط إيده بهي القصة أكيد رح يلاقيهم، يعني عن قريب كتير زهرة بترجع لأمها. الله يسمع منك. مرحبا، كيفكن؟ أهلين وسهلين علي، شو هالمفاجأة الحلوة؟ اهلا فيك اخي. شو اخبارك علي؟ نشكر الله عمي. شو اخبارك انت ملك؟ كنت رايح المشفى وقلت بمرق عليك وبشوفك اذا بخير. انت منيح ما هيك؟ منيح منيح. يلا منيح انك اجيت. كيف الاوضاع بالقصر هلا؟ كيفها ستي؟ اي صاي زهره كيفها؟ اخي الكل مناح. وزهره يعني هلا ناطرين نيفين وسليمان ليتطلقوا. اول ما يتطلقوا انا وزهره رح نخلص من هالوضع. ايه قول ان شاء الله. قربوا كلك شي لأمي معنا؟ ايه؟ تفضل. صحة وهنا. يسلموا عقلبك. زهرة، تعي بنتي عادي هون شوي، بدي أحكي شغلة أنا وياكي. عادي. كلي لشوف مرة تانية شو يلي صار مبارحة؟ كيف عرفتي إنه عزة والمعلمة انخطفوا؟ غانم آغا وخالتي بهية مبارح كانوا عم يحكوا مع بعضهم وأنا سمعت كلامهم كله. طيب شو كانوا عم يحكوا؟ قالوا
قالوا انه عمي عزت والقاسة ملت مخطوفين، وانه يلي خاطفينهم طالبين مصاري. اي وغير هيك شو رح نعمل هلا؟ ولا شي. شو؟ كيف يعني ولا شي؟ يعني نحن ما عنا علم بأي شي بالمرة. عزته هديك المعلمة بالأساس بآخر فترة صاروا مصيبة على عائلتنا. عمي عزته والقاسم آه ما شاء الله، ما قضيتي قطع حنك وتسلاية ولمين تاركة شغل البيت؟ قديش صارت الساعة هلا؟ لسه ما عملت شي وقاعدة عم تطقي حنك مع حماتك؟ مين بده يشتغل لكان؟ تفضلي روحي شوفي المطبخ كيف قايم قاعد والجلي مكوم، روحي نطفيه بسرعة. يلا بابا، أنا كتير جوعانة. خدي بنتي، بعد فترة ما حلاقي شي نحطه على الصفرة، المصاري اللي كانت معنا بلشنا نصرف منها. نحن لازم نحاول نلاقي شغل بسرعة. حاول لشو؟ رح تلاقي شغل دغري، ما هيك؟ بعد اللي صار مين رح يسترجي شغلنا؟ ايه وشو رح نعمل طيب؟ اه كيف بدنا نعيش ومن وين بدنا نجيب مصاري؟ انتي عم تعطيها وش كتير لهي البنت، وهي بدها حجة لحتى تلتهي. هي كذابة بكل حكيها. انا كل الليل ما قدرت نام، بهي مشغولة بالموضوع. ليش؟ ليش رح يكون يعني؟ انا ما عم بقدر استوعب انتو كيف بتخبوا علينا انه عزة الخطف، بس بدي افهم انتو كيف بتخبوا هيك شي. على القليلة خبروني انا وابو. تخيلي انه لو يصير هيك شي مع ابنك عدنان، بترضي انه نخبي عليكي هيك قصة؟ عدنان ما بيسمح يصير معه هيك شي، ما بيرضى يصير لعبة بايد وحدة تمشيه على كيفه، ولا بيدير ظهره لعيلته هيك. عزت ما دار ظهره لعيلته مثل ما عم تحكي، هو عم يعمل الشي اللي بلاقي صح، بضميره عم يشتغل. إلايا اي ضمير بالله، كل شي عم يعمله يتصرفه كرمال يرضيها. هلا شو عم تتناقروا هيك انتو وياها؟ اه؟ ابني خاطر بحياته كرمال عزت، وهي بدل ما تشكرنا لساتها عم تحقق معنا. وانتو كمان عم تظلموه لعزت، هو بس عم يدافع عن الشغلات يلي مقتنع فيها، وما انه لعبة بإيد حدا مثل ما عم بتقولي. إذا مانك حابة تشوفي الحقيقة، أنا رح قلك ياها. ابنك عزت أخذت عقله المعلمة، وهي اللي عم تخليه يتصرف هيك وعم تعبي راسه على عيلته. وبكرة رح يجيبها لعندك ويقلك هاي البنت اللي بدي اتجوزها. مضبوط اللي عم تقوله؟ شو هالحكي هاد؟ عزت مستحيل يعمل هيك شي. قلتي انه علي مستحيل يعمل هيك كمان؟ شو اللي صار؟ فضحنا وخلى سيرة عيلتنا على كل لسان. خدي كلي هي كرمال اللي بطنك، لازم تتغذي مشانه. يلا لكن انا رايح، ديري بالك عليها. اذا احتاجت لاي شيء او اذا بصير معها شيء بتخبريني فورا. ماشي ولا يهمك. هلا احكي لي لشو عن جد يلي قلتي امبارح المساء، انه ما بدك الولد يلي ببطنك؟ ايه ما بدي الولد، ما بدي جيبه على هالدنيا ولا اظلمه. بعرف شو الحياة اللي رح تكون ناطرته. انا تجوزت وحياتي تدمرت ومشي الحال، بس هو شو ذنبه؟ اذا جبته رح تكون حياته كلها عذاب. بعدين شو لو كانت بنت؟ والله ما بقدر، رح تموت هون من حسرتها وقهرها.
مثل ما صار فيني. يعني خلص مقررة؟ معناها ماشي، أنا رح ساعدك بهالشي ورح نتخلص من يلي ببطنك بأسرع وقت. يلا رفيف حبيبتي كلي هاي البيضة كمان. هلا أنا كنت بدي حط جبنة كمان بس ما بقيان عنا بالبيت فحطيت بس هدول. بكرة حتى هدول رح يخلصوا تعرفوا ما؟ بابا إمتى رح نروح نشوف أختي؟ هلا منروح، لأنه هلا وقت شوفت أختك أنت التانية ما؟ وإذا مندق بابهم هلا بيقتلونا وبيخلوا حدا فينا، هذا الناقص. أيوه خير. ألو لا تزعلي حبيبتي، عن قريب كتير رح ترجع زهرة وتعيش معنا هون مثل الأول. عن جد عم تحكي سليمان؟ أي عن جد حبيبتي. أهلين جناب النائب، ها؟ قلنا زمان ما سمعنا هالصوت، أكيد ما عم تتصل لحتى تسأل عني وعن أخباري. بلا حكيك الفاضي واسمعني منيح، ملك لساتها عم تسأل ودور ورا هالموضوع. عرفت إنه اللي عطوك زهرة هن الجماعة كانوا بهداك الوقت عم يشتغلوا معك بالمحكمة. آه معناتها لازم نقلة أحسن ما تكتشف لحالها. مستحيل خليها تدرى، وإنت رح تساعدني بهالشي. هديك الأيام صارت من الماضي سامي بيك، لأنه بسبب بنتك ما عاد قدرت جيب خبز لأولادي، انحرمت من شغلي هون وراح يقلعوني من الضيعة. شو يعني؟ إنت ما رح تساعدني بهي القصة؟ شو نسيت؟ عيلتك بفضلي أنا عايشة. ايه وفضلي أنا كمان، بنتك كلها سنين لسه بتقلك بابا. كل شيء وله مقابل جناب النائب. إذا هلا بدك ياني أقدم لك شيء، إنت كمان بدك تقدم. طيب ماشي، أنا رح أحاول حل القصة، انتظر مني خبر لكان. سامي شو هاي القصة اللي بدك تحلها؟ رح ياخد حق مساعدته. انت ما رح تعطيه ما هيك؟ مو حاجته المصاري اللي أخدها منك كل هالسنين؟ عندك حل تاني غيره حنان؟ ايه في؟ انك تحكي الحقيقة لبنتك وترتاح؟ أمي تعملي لي شعراتي، ما عرفت أعملهم لحالي. إيه رح أغسل إيدي وبرجع. يلا أمي أنا بدي روح. زهرة بتعمله عدي. عم تشدي لي شعري، رخي إيدك شوي. مو قصدي بعتذر. لورين خانم، المعلمة ملك هون، قال بدها تفوت وتشوف الكنة الصغيرة. شو ما عندها حيا بالمرة، وحدة غيرها بعد ما قلعناها من هون بتخجل على دمها. أنا بعرف كيف خليها تزوق. روح رستم وقول لها تتفضل لشوف. حاضر. مرت عمي؟ أنا هون بهية. صباح الخير، آسفة على الإزعاج، حبيت أجي وأطمن على زهرة. عشو بدك تطمني؟ مثل ما أنك شايفة البنت منيحة وما في لزوم تقلقي. إذا بتسمحي لي فيني أحكي مع زهرة شوي، عايز طب موضوع. زهرة حبيبتي تعي بدي أحكي أنا وياكي. ما بدي أصلاً أنا وياكي ما عندنا شي لحتى نقوله. زهرة لو سمحتي أنا ما بدي أسمع ولا شي منك. نيفين يلا شو ما جهزتي لهلأ؟ أخي أنتوا لوين رح تروحوا؟
في عنا كم غرض لازم نروح نجيبهم من السوق. رح اتركك عند الجيران، لا تخافي حبيبتي، ما رح اتأخر. انت مانك جاهزة لسه؟ سليمان الله يخليك لا تعمل هيك لو سمحت. رح انتظرك برا، مفهوم؟ يلا رفيف تعي معي اختي. زهرة شو هاد اللي عم بسمعه؟ مثل ما سمعتي أنسة، أنا ما بدي إنه أحكي معك ولا بقى تيجي على القصر. ليه؟ شو عم بيصير هون؟ شو عملتوا بالبنت هالمرة؟ كأنكم رجعتوا عبيتوا سخافاتكم براسة. الزمي حدودك حضرة المعلمة. زهرة حبيبتي لا تخافي، شو عاملين قولي لي؟ مين قالك إني عم بحكي هيك لأني خايفة منه؟ بس أنا شفت الحقيقة بعيوني وما بدي اياكي تتدخلي بحياتي بعد هلا. زهرة انتي مستحيل تكوني زهرة يلي بعرفها. خلاص انسي، انا مليت، روحي واتركيني بحالي. حاجة عم بركض ورا احلام ما رح تتحقق، تعبت حرام عليكم. زهرة اسمعيني، اصلا كل شي حكيتي لي يا طلع كذب. انا قبلانة ورضيانة بحياتي هيك، وانتي لازم تتقبلي هذا الشي. من اليوم ورايح انا ما عاد بدي اشوفك ولا أحكي معك، لهيك لبقى تجي. الله يخليكي روحي من هون. زهرة شو ما سمعتي شو قالت؟ طلعت مانا قليلة هالزهرة، بهدلتها وعرفتها حدودها لهالمعلمة. بعد هلأ ما عاد تسترجي تجي لهون، عقبال ما تروح من هالمنطقة كلها ونخلص منها على آخر. زمرد يا ريت لو عزت بيعمل مثل زهرة وبيحط لها حد، ما هيك. أنا رايح، بدكن شي؟ وين بدك تروح؟ لسه ما أكلت. معلش خليه يروح بهي، لما بيكون بالشغل قلبي بيطمن أكتر. بعدين خليني ارتاح شوي. زمرد روحي وقولي لزهرة تعمل لنا ثلاثة قهوة وخليها تاخذنا اياهم على الصالون لجوا، بدي احكي انا وياكم كلمتين. يلا على عيني. ملك طلعي يلا خليني وصلك. حابة امشي. شكرا. يلا طلعي بلا عناد. قلت لك ما بدي روح. لك وافي شوي. ملك ملك اوف، شو بدك انت؟ ليش عنيدك هالقد؟ انت شو بدك؟ جاي تشوفني وتشمت مو لتعيرني انه انتصرت انت وامثالك؟ ما ليش جاي وراي؟ ليش احكي؟ يلا شو عم تحكي؟ وانا ليش بدي اشمت فيكي؟ انا كم مره قلت لك لا تحاولي على الفاضي؟ وانا كم مره قلت لك شو ما صار ما رح اتراجع؟ هلا اذا بتسمح لي بدي امشي من هون، ويا ريت لا تلحقني. ليش يا ترى مرت عمي طلبت تحكي معنا؟ ما بعرف ابصر. طلعتي مانك قليلة زهرة وعرفت تحطي حد لهديك المعلمة، بتوقع ما عاد تجي لهون.
تفضلي مرت عمي، القهوة جاهزة. عدو. هذا خاتم عيلتنا، شبه؟ ليش جبتي لهون خير؟ خير مرت عمي؟ اللي معروف انه مرت آغا عيلة كيرمان، المفروض هي اللي تحط هذا الخاتم بإيدها، وهلأ صار وقت أعطيها إياه. قولي لكنتك دلال أنه ناطرين اليوم المساء هي وكل عيلتها. أنا ما عم بفهم أبداً زهرة، ليش تصرفت هيك؟ بصراحة أنا ما بقدر لوم عزت، أنا وعدتها كتير وما وفيت بوعدي، وكل ما تدخلت بقصة بتسوء الأمور أكتر. لا ملك، الذنب مو ذنبك، لا تلومي حالك، لا تضايقي حالك كرمالي. عزت آغا؟ يونس، شو أخبارك؟ الحمد لله، بس خفت يخلص الافتتاح وما لحقه. لا تخاف، ما راح عليك. زهرة جوا ما هيك؟ زهرة ما رح تجي لهون يونس. على فكرة ملك، أنا عندي رفيق هنيك بالمحكمة، يعني فينا نسأله عن كل الموظفين اللي كانوا بالمحكمة بهداك الوقت، مين هن، وين ساكنين، وأي معلومات تانية. يعني عائلة زهرة عرفتوا عنا أي أخبار؟ إيه. شو رأيك؟ ماشي، بيكون أحسن، أصلاً بابا ما عمل شي لهلأ. معناتها خلونا نخلص من الافتتاح هلأ، بعدين منروح منشوف الزلمة. يلا لكان، خلينا نفوت. يلا يلا امشوا. يونس شايفك متحسن منيح، يلا يا بطل. يعني ما سمعوا الكلام وبدهم يفتحوه؟ مبارح لسه كان السلاح فوق روسهم. ايه، ورح نرجع نحطه فوق روسهم. لا 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 لا، اهدى، خليهم مفكرين حالهم انهم انتصروا، وترجع لهم ثقتهم بحالهم شوي. لازم توجه الضربة للبشر بالوقت اللي بتكبر ثقتهم بحالهم. اسمعني منيح، بدي تلحق لي هاي المعلمة خطوة بخطوة، ماشي؟ مع مين عم بتروح ومع مين بتجي، وبتراقبوها بكل تصرفاتها. راح يندموا على الساعة اللي فتحوا فيها هالمركز. العلم هو مفتاح لأي باب بهالحياة. من أول ما تكونت البشرية كان الإنسان يحاول يستكشف كل شيء يشوفه من حواليه ليفهم سر الوجود. البشر من خلال اصطدامهم وتعاملهم مع الطبيعة فهموا أهمية أنه يتعلموا، ومن هداك الوقت لهلأ تبلور مفهوم العلم وصار الأساس لتطور المجتمعات وتقدم البشرية. حتى رب العالمين بالأديان السماوية اللي نزلت على البشرية بيّن أهمية العلم فيها. لهيك كل واحد فينا لازم يكون العلم سلاحه بهالحياة. وبدي منكن تحطوا ببالكن انتو كلياتكن انه العلم أساسه سر وجودكن، ولحتى تبنوا مستقبلكن وتكونوا فعالين بدكن تتعلموا. يعني لحتى نحارب الجهل عنا لازم نبدأ من أنفسنا. انتو بتعرفوا انه الجهل لسه مسيطر على العقول اللي هون، وفي ناس كتير لحد هالوقت عم تحرم بناتها من التعليم. إيد بإيد رح نقدر نتخلص من هالأفكار، ورح نأسس لأجيال تقدر من خلال علمها تبني هالمجتمع وتوصل فيه لأعلى مراتب النجاح. ولحتى نوصل مع بعض لهذا النجاح، كل فرد فينا بالمكان اللي هو فيه لازم يحاول يساهم لنحقق هالشي. ممكن كتير في منكن لهلأ الجهل وحتى الظروف وقفت بطريق حياته، ونحن بالمركز اللي فتحناه بهي المنطقة فكرنا نعطي فرصة لكل واحد فيكن ليتعلم ويتخطى هالظروف. وهذا الشيء بيتطلب منكن إرادة وتصميم ورغبة جواتكن للعلم. وبدي منكن تحطوا ببالكن شيء مهم كتير، العلم مدرسة ما بتفتح بابها لندقه نحنا. هلأ يمكن حكيت كتير وطولت عليكن، بس بتمنى أكون قدرت من خلال الشيء اللي حكيته وصل لكم لو جزء صغير من أهمية العلم. إن شاء الله تكون وصلت. واللي بيطمن إنه في عنا معلمين ومعلمات قلبهم قوي
وبشكرهم كتير لأنه عم يشتغلوا صح وعم يحاولوا يقدموا أي مساعدة ممكنة، ووحدة منهم هي المعلمة ملك. أنا ما رح ضيف شي على كلام عمي إبراهيم، لأنه إذا بدي ضيف شي رح أنزع حلاوة كلامه أكيد. اليوم نحن مجموعين هون كرمال ندرس، ورح يجي وقت كتار منكم بعرفون مثل علي وهالصبية عيشة ويونس أكيد وزهرة الله ييسر له، كلهم رح يطلع منه دكاترة وينشهروا ومعلمين ومحامين ويمكن يعملوا مثلنا وأكتر. وهلأ شكراً لكم كتير. زهرة ما خلصتي لسه؟ ايه بلا خلصت، رايحة اكوي التياب جوا. جاي لعنا المسا ضيوف وبدنا اغراض، بتروحي هلأ عالسوق واجلي الكوي لبعدين. اصحك تتلهي بتشتري الغراض وبترجعي دغري، ما بكفي زمرة تركت كل شي علي، لا تخليني فش خلقي فيكي. فاطمة كنت رح اتصل فيكي. بهي خانم شو صار معك؟ انا ناطرة خبر منك. بعرف منيح هالحكي، حكيت كتير مع مرت عمي وبدون اي فائدة، بس رح ضل حاول لتقتنع ان شاء الله. الله يخلي لي اياكي، حاولي ولا تنسيني. بهي خانم عدنان والله اشتقت له كتير. كيفه هلا؟ منيح؟ معقول ما يكون منيح؟ عدنان عن قريب رح يصير آغا على العيلة. وهديك دلال ضايقته أو قربت عليه شي؟ بعدين بقى فاطمة هي القصة خلصنا منها. هي البنت مانا منيحة وعدنان ما رح يعيش مبسوط معها. طمني بالك من هالموضوع، ليكي فتحي عين وغمضي عين ما بتلاقي حالك غير رجعتي. ايه أهلين. تعرف شو؟ حاسة حالي إني بحلم ورح فيق عن قريب وكل شي رح يكون مثل ما كان قبل، ونحن الاثنين رح نكمل حياتنا للآخر مع بعض مثل ما كنا نحلم أيام زمان. يلا وقعي. نيفين ليكي لا تصعبي الأمور علينا أكثر من هيك، هذا الموضوع ما في رجعة عنه. لا ما بقدر أعملها، أنا ما فيني أعيش بعيد عنك سليمان. يلا جاهزين يا أولاد؟ هاي الورقة يلي عطيتكن ياها بتكتبوا لي عليها موضوع تعبير، اكتبوا أي شي بيخطر عبالكن، ويلي بيسلمني الورقة فاضية رح أزعل منه كتير. مثلاً أنا أول ما علمت بالمدرسة هون كان عندي طالبة كتبت موضوع تعبير لحالة وشاركت فيه كمان بالمسابقة وفازت، يعني أنتو كمان إذا بتحاولوا أكيد رح تنجحوا مثلها، فيكن تبلشوا. زهرة
زهرة، لوين رايحة؟ ما بدك تفوتي لجوا؟ لا يونس، كتير صعب، عندي شغل بالبيت ولازم ارجع دغري. الآن سملك زعلت كتير لأنك مو هون. يلا فوت، لا تاكل هم، أنا ما عاد في حدا بيهمه أمري بعد هلا. لا، في مين قال لك؟ بعد الدرس عزت آغا والآن سملك رح يروحوا على المحكمة مشان يلاقوا أهلك. سمعتهم الصبح هنن وعم يحكوا كأنهم عرفوا شي يمكن يساعدهم. عن جد عم تحكي؟ عن جد، عم يحاولوا كتير كرمالك زهرة، أنت مانك وحيدة أبداً، وعن قريب رح ترجع لأهلك. منجرب كمان مرة علي؟ ايه طيب. برافو عليك، شفت كيف؟ بابا تحركت، تحركت. أنا فخور فيك كثير يا ابني، ومتأكد رح تنجح. إن شاء الله بابا، إن شاء الله عن قريب رح أقدر أوقف وأمشي كمان. ما خليت قرني وما دورت فيها، بالزور لحتى لقيته. لما بتشربي لهاد فورا رح تسقطي الولد. يعني متأكدة منه؟ طبعا، شو هالسؤال؟ اشربي يلا، بجوز يعمل لك شوية مغص، تحملي شوي لحتى تخلصي. ابني كرمالي لا تخجلني، احكي مع ستك لورين، جرب هالمرة. امي، لا انا ولا ستي لورين رح نرضى نتراجع عن اللي براسنا. يعني شو الفائدة من الحكي كله؟ انت اذا ضليت هيك تعرف انك ما رح تخسر عيلتك وبس، انت رح تروح من ايدك الاغاوية كمان يا عزت. ايه، انا اصلا ولا باي وقت كنت الاغا اللي بتحلم فيه ستي لورين. ملك هي السبب بكل شيء صار بالاول، قبل ما تجي هي كنت انت اغلى واحد عند ستك. ملك عم تعملي اللي لازم نعمله، ولهيك انا واقف جنبها، هذا كل شيء. ابني اذا سألتك بتجاوب بصراحة؟ انت بتحب شي لهي البنت؟ قلي. يمكن جوابي على سؤالك ما رح يعجبك ابدا. ايه، من ايام المدرسة بحبها، وهي بقلبي وبعقلي كمان. بصراحة امي انا بحبها كتير. لا تقولها يا ابني، وحياتي عندك لا تقولها. هالبنت ما بتناسبنا، كرمالي انساها وبعد عنا. أنا اللي بقرر إذا كانت هاي البنت مناسبة إلي ولا مانا مناسبة. أمي أنا بحترم رأيي كتير، بس هاي حياتي إلي، أنا بدي حكيها بهذا الموضوع، وإذا هي وافقت ورضيت فيني أنا وياها رح نتجوز. أهلين ملك. عزت، أنا طلعت من المركز، إذا بدنا نروح على المحكمة مشان استناك. ماشي أنا جاي. ليش تأخرتي؟ ما قلت لك بترجع بسرعة؟ الأغراض يلي بدنا إياها ما لقيتها بنفس المحل، لهيك دورت عليها. جوابك على رأس لسانك. نيفين هلأ عنا، اعملي شاي وجيبي لنا إياه. ماشي. كنا هلأ بالمحكمة أمي، وحطوا ورق الطلاق قدامي، ما عم يقبل يشيل هالفكرة من رأسه. إيك انتي وقعي وخلصينا بقى، المفروض انك تتجوزي جوازة بتقيب بنت الآغا.
خلصنا، بترجاكي لا تحكي عنه هيك. انت بتعرفي اني تجوزته لاني بحبه. ايه حاج تحكي حكي بلا طعمه، حطي عقلك براسك بنتي. اليوم الصبح سمعته عم يقول لاخته لا تخافي رفيف، زهره رح ترجع وتعيش معنا هون مثل الاول. وقال لها كمان انه بس طلق نيفير رح تلتغى المبادله، وهلا هي ناطره لحتى ترجع زهره وتعيش معهم. تلتغى بالناقص، بدي افهم شو بركتك ورا عالم مالو من مستواكي. رح طق يا امي. في حدا بيجيب الشاي هيك؟ ما رح تتعلمي بالمرة؟ شو احكي معك؟ وين الكعك؟ روحي جيبي يلا. افهمي هالكلام، حطي عقلك براسك وفهمي بقى، عدنان رح يصير آغا، لازم من اليوم كلنا نتصرف على هالأساس، وما بدي حدا يغلط غلطة وحدة. نيفين شو انت امتى اجيتي؟ ايدك لبوسة. قال اشتاقت لنا واجت لحتى تشوفنا. انت مريضة؟ ليش هيك مبين على وشك التعب؟ ستي ما في شي، تعبانة شوي وجسمي عم يجعني. أكيد رح تتعب، ببيتهم كله هي اللي عم تشتغل وما في حد عم يساعدها. حكيت مع الموظف، قال لي عصمت بالاجتماع هلأ، بس قال لي إنه ما بيطول، ارتاحي. حكيت معه أنا جاي على الطريق وشرحت له الوضع. يعني رح يقدر إنه يساعدنا؟ قال لي رح يحاول يعمل اللي بيطلع بإيده. فرديها، أرجينا هالضحكة شوي. ليك هدول بيكونوا من قبل عمل المستحيل لحتى يتزوجوا بعض، وهلأ جايين لحتى يتطلقوا. شو عرفي؟ من حركاتهم مبين. مثلاً خليني قلك هلأ شو عم تقله البنت. عم تقله ضحيت وعملت كتير شغلات كرمالك، بس انت اللي تخليت عني. مين قالك اني تخليت عنك؟ انا ما بتخلى عنك ابدا. ايه انا كمان لازم دافع عن الزلمة شوي. بس انت اهملتني كتير، تعبت وانا انطرك اليوم. لا انا ما اهملتك ابدا، كنت عم بشتغل كرمالك، كرمال اقدم لك كمان مستقبل احسن. مين قالك انه انا بدي مستقبل احسن؟ كل اللي بدي اياه منك انك تبقى جنبي. ما قلتي لي هالشي ابدا. هلا عم قلك يا بدي كمل حياتي كلها معك على طول. أهلين عزت بيك. أهلين فيك سيد عصمت. تفضلوا على مكتبي. يلا شرفوا. تعالي. خلص الدرس اليوم، تأخرتي، بكرة تعي. ليش مين قالك بيهمني ادرس هون؟ لكن ليش الناس بيجوا لهون لحتى يلعبوا؟ يعني انت ناطور بهذا المركز؟ وانت طالبة هون بالمركز؟ ليكي جاوبيني انت ليش جاي لهون لحتى جاوبك انا كمان. بعتذر انا نجلة كيرمان وجاي اشوف اخي عزت اذا هون. تشرفت بمعرفتك، انا يونس بشتغل عامل تنظيف وبنفس الوقت طالب. اخوكي عزت له زمان طالع من هون، بس شوفه بخبره انك سألتي عنه. نجلة ممكن توصلي هذا الكتاب لزهرة
قولي لها هاد من يونس، أكيد رح يعجبها. Sana geldim, al yine büyüt beni. Ninni masallarla dizlerinde uyut beni.